السلام عليكم متابعين قناة ديم كوزين فاسيل، كي دايرين لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كيف درتو مع الصهد؟ حنا عندنا الصهد بزاف بزاف، هاد الربع ايام هادي دازت العافية ديال السخانة. كنتمناكم ان شاء الله تكونوا كلشي بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الاكلة، بصح ما غاديش نطيبها في الدار، غادي نقدم لكم سميتهم ليكويس ولا الفخاد ديال الدجاج مشويين. بصح حنا غادي نصايبهم دابا، ندير لهم الكامون والزعتر والملح وداكشي، وغادي نخليهم كيترقدوا حتى الغدا. عاد ان شاء الله غادي نمشيو لواحد البارك، ان شاء الله غنديكم معايا، غادي نمشيو لواحد البارك وكم معايا وغادي تشوفوا كلشي. دابا بالنسبه لهاد الدجاج، هاد الكويس هادو ولا الفخاد، حيت ليهم الجلده وغسلتهم مزيان، نقيتهم وحيت ليهم ديك الشحمه وداك سميتو اللي كيكون عندهم هنا. المهم نقيتهم مزيان، غسلتهم بالماء والملح والليمون ولا السيترون، خليتهم تنشفوا مزيان، قطروا من هذاك الماء. ودابا غادي نقطعهم شويه، ها نتوما غادي تشوفوا قدامكم، ونوريكم بعدا سميتو اللي غادي ندير لهم دي زيبيس. عندي هنايا الملحه والزعتر، وعندي الكامون، وعندي هنايا ايرب دو بروفونس، يعني واحد الربع فيه شويه الزعتر، فيه يعني بزاف ديال العشوب مخلطينو دايرينو على حساب اللحم ديال الشوا. المهم غادي ندوزو لهاد ليكويس، غادي ندير لهم بحال هكذا باش تدخل ليا فيهم هاد، يدخل فيهم هذاك الكامون مزيان وداك الزعتر. كنحل شويه هكذا هاد ليكويس هكذا باش يدخلهم الطياب ويطيبوا مزيان على هاد الشكل هذا. كندير لهم بحال هكا باش كيدخلهم مزيان الطياب. كيجيو مشويين زوينين على الفاخر، يعني غدا ان شاء الله غادي تشوفوا كلشي معايا كيفاش كنشعلوا الفاخر، كيفاش كنشويوهم. هاد البارك زوين بزاف، اي واحد الناس كاع من بلاصه بعيده كيجيو ليه، كيعوموا تما وكيضلوا كاع النهار كامل كياكلوا تم، يديروا الباربيكيو يشويوا تما. المهم نستمر بحال هكذا حتى تسالي كاع هاد الدجاج عندي. دابا غادي ندوز ندير الكامون بحال هكذا، وندير الزعتر، وندير هذاك ليرب دو بروفونس، وكندير الملحه. كيجي زوين بزاف سيرتو ملي كيبات فيه بحال هكذا، كيشرب مزيان هاد القامه وكيجي لذيذ بزاف. الملحه وسميتو داك الزعتر ليرب دو بروفونس. هادي نسيت ما قطعتهاش هكذا، منها كتشرب هذيك سميتو كتشرب هاد الكامون وهاد، نسيت الابزار، حتى الابزار كنديروا ليهم.
الجبزار حتى هو نسيت ما قلتهاش لكم. المهم نستمر بحال هكذا حتى نسالي هاد ليكويس ديالي وغادي نبيتهم هكذا يباتوا مرقدين وتا لغدا غادي نتلاقاو ان شاء الله. صباح الخير عليكم، كيف صبحتوا؟ كل شيء لاباس؟ ها حنا وصلنا لذاك البارك اللي قلت لكم، يلا حطينا الطوموبيل دابا ونمشيو نقلبوا على البلاصه فين انستاليو. بعد دابا حنا بدينا كنشعلوا الفخر باش نشويو، جبنا الباربيكيو بحال هكذا معانا مطال مع كاين البلايص فين مي حنا جينا معطلين شويه خداوهم الناس. Avant de mettre au après, sous le feu, on pèse avant. On fait comme en Tunisie. Ah, c'est comme ça qu'ils font là-bas. Ils pèsent avant de le cuire. Parce que là, je suis détrane. ديرهم هكذا يتشوا على خاطرهم جو فيلم. جو فيلم Ils sont partis en quelque part, je ne sais pas où, le voisin. C'est qui? Le voisin, ouais. Ils sont allés faire le barbecue comme nous. Ils sont partis avec le papa. Ah, et les enfants, c'est tout. Sakina et Malik. J'ai tout fait. كيتشوا على خاطرو بحال هكذا وكيجي بنين، واحد المذاق كيجي فيه مخير. كاينين لي هاد دابا ندير لهم مرقاز. المرقاز بالعربية كيف يقولوا ليه؟ سوسيس. سوسيس سوسيس المشكلة الخوية؟ بالعربية سوسيس. وي سوسيس. مع الولاد كيعجبهم بزاف المرقاز، داكشي علاش سوسيس. نديرو ليهم هما باش ياكلوه. جيبي عفاك واحد الفرشيط من تحت. واحد البنه طالعه شحال زوينه. وي بقى تما في الساك في لوطخ كوتي. واحد الجو شحال زين، الناس كل واحد فين جالس كيشوف حرام في البحر. الناس كي يعوموا. هاد الطبخ
دابا نتقبو هكذا باش ما يبقاش يطلق. تما شلفت بزاف خليتيه لا تيبيه يطيب عاد عاد نتقبو. ما تبقاش بوجي بزاف باش ما تبقاش تهز الكاميرا غير شويه صور باش ملي كتبقى بوجي كتضر في الراس ملي تبقى تشوف لا فيديو واللي هو اللي راه كيصور باش الا ما صورش مزيان راه هو ماشي انا نضحك. كيطيب على حطب وكلشي كلشي مدور على سميتها على الشوايه كيسناو بحال مشوش. ها هو المركز بدا كيطيب سيرو تما مزيان. واش ناكلي تاكلي؟ هو قريب يطيب وتاكلي. ندير لي درت ليكم المركز الاول ماشي اللوز ماشي اللوز اللوز ماشي الاول ما هي ها هو قريب يطيب مابقاش دغيا مابقاش بزاف المركز دغيا كيطيب. تاع الفرماج هاي تاع الفرماج اللي كيعجبكم اهدا. صور غير بشويه باش ما ت الوغ من بعد ما طاب ها هو الدجاج ديالنا كيف كتشوفوا كل واحد يدير ليه وحده ديالو هوب كمسا لاسيت هاك علي تيان بوغ توا ايه هادي وي د je sais pas on va manger où. Alors هز كل شيء attends. تسمعي الهضره بحال اللي راكي في البحر. بحال زوين بزاف Thank you.
بحال راكم في البحر. الوغ دابا بحال اللي راكم في مراكش. هاوي زوينه اول مره كنشوفهم هنايا. كبروا في الصيف كيكونوا صافي. كيدير بهم الدوره كاع يمكن لها. لا يا زوين واحد الطريق حيد الصك. وي il arrive pas à ouvrir la porte. Très zouine. هاوي ما شاء الله دوزنا واحد النهار زويون. ما كراش كراكم معايا واحد الباك ما نقول لكمش زوين بزاف. البارك ديال ميريبال الو غادي نخليكم وتهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم وما تنساوش ابوني وفلاشين ديالي وتبارطاجيوها. باي باي.